دباح انزل لي يا دباح. سقت ايه دلوقتي؟ هو ده وقته؟ فين البضاعة يا دباح؟ مفيش بضاعة. ده انت بتشتغلني بقى. انا عربي شطة اللي مسمع في كل حتة. اعلى مفخلك اركبه يا قرن. شطة. يبقى انت اللي جنيت على موتك وانا اللي يشتغلني ازعله مني ولا ايه؟ وضع ده عند اللي حمره واللي شواه. الكلاب ما يردش عليها غير الكلاب. هو السقا هيطلع ايه من العربية؟ اكيد هيطلع حصان. ده السقا. كلاب؟ يبقى انا في ميدان جوينة. اجري يا دكتور شبراوي. يا جماعة احنا بنهزر ولا بنشتغل؟ الله، ليه اللي جاب العيال العبيطة دي هنا؟ اسفيني يا استاذ احمد. زي ما بقول لحضرتك كده، يعني كل اللي انتوا عملتوه ده واندسيتوا وسط الممثلين وكنتوا هتبوظوا لي اليوم عشان الهري اللي اتحكى لي ده؟ والله العظيم يا استاذ احمد انتوا بتهزروا مش كده؟ بتهزروا؟ يلا ادي التهو. ارتومانيت ايه وشيزوفرينيت ايه؟ انا فاضلكم. والله يا ساقا بيه انا دكتور محترم واسم الدكتور شبراوي عظيمه. عظيمه يا مصر، عظيمه على نفسك. غور ياض من قدامي يا استاذ احمد. صدقني ده دكتور بجد، ما يغركش هو شكله عجلاتي، بس صدقني دكتور طلع له كارنيه عم انت. والله يا استاذ احمد احنا اسفين جدا، بس انا فعلا عملت كده عشان يقابل حضرتك والله مش اكتر. اللي انت عملتيه غلط. افرض الكلام كانت عورت حد فيهم، اروح انا فين بقى؟ انا هكلم رئيس التحليل بتاعك يا نسا. اهو يا ساقا بيه الكارنيه بتاعي اهو، وادي ورق حاله نسمه. انت اللي بتعالجها؟ ايوه. طب ما لازم تتهبل طبعا. حول ولا قوه الا بالله. انا بيتي بتخرب وغلاوه هند صبري عندك تساعدني. الله، شكله قفش معانا. ما تجيبش ريتها قدامه. طب وحياه منى زكي عندك تساعدني. الله. طب ياسمين عبد العزيز تاكل ولا ايه؟ اسمع يا اسود ومنيل، ايه ده؟ انت خلصان يا ابني، ما ليه حق تعمل معاك كده. انت صعبت عليا. ربنا يخليك. وانا قررت اقف جنبك. الله يخليك. بس تسمع اللي هقول لك عليه. اللي تؤمر بيه. بكره الساعه 8 تستناني في بيتكم وتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بس كده. الهي ربنا ما يوقع لك فيلم. امين. الهي ربنا يجعلك في كل رمضان مسلسل. امين. يا رب تعمل الجزيره 3. امين. يا عمر، يا عمر انت هتشحت عليا يا عمر. انا هعد لغايه واحد ما اشوفكوش قدام. اللي تؤمر بيه. يا دكتور عظيمه الكارنيه. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب؟ ايوة، بس انا عيد ميلادي مش النهاردة. لا ازاي؟ عيد ميلادك النهاردة يا منصور. ايوة صح صح يا عم، مظبوط. ده الواحد ناسي، ده انا عيد ميلادي النهاردة مظبوط. وانت طيبة حبيبتي. طيب يلا خد شوف الهدية بتاعتك. ايه ده؟ جلابيه وكلسون بدل اللي اتبهدلوا يا منصور. ايوه بس انا لا بلبس جلاليب ولا كلاسين. لا ازاي؟ ده منصور ما بيلبسش غير جلاليب يا منصور. انا مستغرب انت لابس كده ازاي؟ ايوه يا منصور انت ناسي ولا ايه؟ لما الجلابيه اتقطعت. ايوه صح مظبوط، دي الجلابيه بتاعتي اتقطعت. ايوه، وانا مع المطاريد بنجري فوق الجبل، فوانا نازل على الحصان الكلسون راح مفتوق مني، فانا فعلا محتاج كلسون جديد. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ايه ده؟ نبوت جديد جلد تمساح لاكوست. لاكوست ده انا كده بقى محتاج عم بولو وعمده منهاتن. ودي تفوتني عم بولو عشان تبقى عمده منهاتن يا ابن الظريفه. ده متشكر عمي. طب يلا بقى ممكن تطلع تلبس الجلابيه عشان نلحق نطفي الشمس. يلا يا ريت. يلا ما تفتحش يا ابنين. انا اللي هفتح. كل سنة وانت طيب يا خط الصعيد. خط الصعيد ايه؟ ده انا بالجلابية والكلسون ده ما حصلتش الرئيس متقال. انت ايه اللي جابك؟ السربرايز بارتي. خش. بقول لك ايه؟ السقا جه؟ لا ما جاش وشكله كان بينيمني. ما تقلقش انا عامل حسابي. خد الشنب ده لزقه هتبقى منصور الحفني. تفتكر؟ عيب عليك. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي
هابي بيرثدي تو منصور، هابي بيرثدي تو يو. يلا اوف اوف. يا مام ايه ده؟ الله اكبر الله اكبر. ارجع ارجع على ورا، انزل الخندة انزل الخندة. كله ياخد ساعته، اطلع يا عمر الشرقاوي. كلم اخلص يلا يا عمر الشرقاوي. اسمع، انا عايزك تاخدي بالك من نفسك. لو جرالي حاجه انا عايزك تعرف ان جوزك مات بطل. جوزك مات بطل يا اخي. وشي يا ابو البسكوله. اطلع يا عمر الشرقاوي. جاي لك يا منصور، جاي لك يا منصور. ايه خزنتك فضيت يا عمر الشرقاوي؟ الموضوع قلب بجد ولا ايه؟ عموما مش منصور الحفني اللي يقتل غدر، اطلع لي راجل لراجل. مش اصول تعمل كده في البيت والبيت في حريم يا كبير. البيت بيتك والحريم حريمك يا كبير. بتغفلني؟ ماشي يا عمر. انت كويس؟ انا زي الفل بجد؟ زي الفل. خش جوه بس عشان بتمطر. عم قوم اضرب اضرب. ما يصحش الزحمه تدبتنا. امال انا سايب شغلي وجاي ليه؟ اضرب. انت بتضرب بجد؟ انا اسف معلش، اصل انا سخنت فالجلاله خدتني. طب اضرب قبل ما ربنا اللي ياخدك. السكينه فين؟ في المطبخ في المطبخ. لا لا مش فيه مش فيه. ميه حمرا ميه حمرا. قتلتك يا منصور، قتلتك يا منصور يا حفني. من النهارده مفيش منصور. في عمر، في عمر. عمر عمر كبر في نظري قوي بصراحة. شفت عامل ايه عشان خاطر نسمة؟ راجل. لعلمك بقى انا وعمر فولة واتقسمت نصين. يعني انت ممكن تعمل علشاني زي ما عمر كده عمل علشان خاطر نسمة قتل السقا وكده؟ انا ممكن اقتل ابراهيم نصر عادي، بس مش ده حوارنا يعني. المهم نسمة عاملة ايه دلوقتي؟ نسيت كل حاجة زي ما دكتور شبراوي قال. حلو ده قوي. يعني كلمتي مامتك؟ كلمتها بس هي قالت ما ينفعش تيجوا دلوقتي البيت. ليه؟ بتمسحوا السلم ولا ايه؟ لا بس علشان يعني رمضان خلاص الاسبوع الجاي، فهي قالت خليها في العيد. لا انا مش هستنى لبعد العيد. طب انت بتكلم مين؟ بكلم عمر. يا اخي حرام عليك، سيبهم، ده البنت لسه خفه والراجل ما عملش شهر العسل، سيبه بقى. ايوه عمر، انت في ايه؟ الاصوات اللي حواليك دي يا عم؟ دي اصوات طيور النورس على امواج على مخمضه. بقول لك ايه، فكك من الهري ده، انت فين بالظبط؟ انا زي ما تقول كده بينه وبين جزيره سردانيا حوالي 50 عقده. طب معلش يا عمر والنبي، ممكن تكلم لي بابا نادين اروح لهم اخر الاسبوع ده؟ نادين ايه ونيلي ايه دلوقتي؟ غرف داهيه. عمر تعالى اقعد جنبي شويه، المنظر من هنا تحفه. لا تعالى يا حبيبتي اقعدي جنبي، المنظر من هنا اتحف. دقيقه بس بليز عشان خاطري. يلا قرب انجز. انا اخر كده، انا عندي عقده من فيلم تايتانيك. يلا هجيلك انا. ايه الجمال ده؟ نفسي نقضي حياتنا هنا ونعيش على مركب. نعيش على مركب؟
ليه هنتجري في الجمبري؟ قصدي يعني مكان حلو كده ورومانسي. رومانسي يعني حاسس ان احنا قاعدين فوق غساله. يلا نقوم ناخد سيلفي. لا 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 انا في السيلفي مناخيري بتطلع كبيره. روح انت وانا هصورك. اوكي صورني كويس. كده حلو كمان يا ريس. بطل عمل مصور اعلان الشامبو ده. انت رحت فين؟ عامر نسمة. عامر عمر نسمة. عمر يا نهار اسود انت اللي نزلك الميه. وقعت الحالي مش عارف اعوم. وانا ما بعرفش اعوم. يا جماعه يا اهل الخير حد يغيثنا. والنبي ابو كمات المدام بتغرق الحاها. الله يبارك لك الله يبارك لك. ايوه هي دي مراتي. دي مراتي مراتي. والنبي ابو كمات ما تمسكش قوي عشان دي جماعه. اسحب عليك كمان ربنا ما يغرق لك ولايه. انت برضه غلطانه يا حبيبتي عامله لي فيها عروسه البحر واقفه على الترابزين وتلات دقات. استر يا رب. البنت فين؟ حصل لها ايه؟ متقلقش يا عمي الحمد لله نسمه بخير. ايه اللي حصل لها قول لنا. هو في الحقيقه احنا انت نسمه وقعت من على يخت واحنا في البحر. ايه الحركة اسود منير بس تقيله وحصل لبنتي ايه؟ استني يا كاميليا. الحمد لله الحمد لله ربنا ستر. كان في بحاره نزلوا وجابوها. وانت بتنزلش تجيبها ليه يا فالح؟ اصل عمي في الحقيقه ما بعرفش اعوم. وما قلتش ليه انك ما بتعرفش تتنقل تعوم وانت بتتقدم لها؟ يا عم هو انا بتقدم لعروسه ولا بقدم في كليه الشرطه؟ اوعى من وش هلا. حاضر حاضر حاضر. انت فين؟ البنت في الاوضه. في الاوضه يا عم في الاوضه. خش اتفضل اتفضل. خلاص يا بابي بقى قول حبيبتي. يا بنتي الف سلامة عليكي. في ايه يا حبيبتي؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ انا جنبك يا روحي. وانا كمان يا نسمه انا جنبك زي بابا بالظبط. جنبك انا كمان. خرجوا بره. ايه ده في ايه؟ بسم الله الرحمن. اطلع بره يا ابني لو سمحت. عمي انا كنت عايز اطلع بره. البنت كانت هتغرق. احنا اتضرب علينا نار. عايز مننا ايه تاني؟ اطلع بره من فضلك يعني. عمي كلمه واحده اطلع بره. نادين طلع الواد ده بره. حاضر يا بابي تعالى. يا نادين ما ينفعش. معلش ثواني بس. خلاص يا بابي خلاص. انا مش متضايق من ابوكي. الراجل عنده حق. خايف على بنته. بس انا اعمل ايه يعني؟ اختك خدتنا على اخوانا على فكره. واقفة على الحرف المركب وعماله تتنطط عامله لي فيها راني علواني لحد ما وقعت في الميه. طيب بص انا هقول لك على حاجه. هي كده كده نسمه مش هينفع تروح معاك وهي في الحاله دي. مش هينفع تبقى لوحدها. وبعدين هي فرصه رمضان جاي تيجي تفطر معانا وتطمن عليها وان شاء الله كل حاجه تبقى خير. اما شويه حلويات بقى باللي انت بتحبيهم جدا. كل الحلويات اللي انت بتحبيهم حطي لك انهي واحده فيهم؟ نسمه وهي بتغرق يا عمر كانت عينيها في عينيك قايمين يعني بصالك. ايوه كانت بصالي وكانت عماله تصرخ كمان. وعماله تصرخ كمان. طب هي ما شافتكش بتعمل اي محاولات لانقاذها؟ محاولات زي ايه يا دكتور؟ قلعت قميصك ونطيت وراها في الميه. رمت لها حبل. رمت لها طوق. ما عملتش اي حاجه خالص. لا ازاي عملت؟ طبعا عملت. ايه؟ كنت بنادي على البحاره علشان ينقذوها. ايه؟ كنت بنادي على البحاره علشان ينزلوا وينقذوها. صخص صخص على الرجاله. موقف مغزي. جرايه يا دكتور. وانا حلقها منك ولا من ابوها؟ ما هو يا ابني ما فيش حد في سنك ما بيعرفش يعوم. لا في. لا ما فيش. طب اقول لك على الكبيره. انا ما بعرفش اركب عجل. ايه ده؟ ما بعرفش اركب عجل. ايه ده؟ انا ما بعرفش اركب عجل. إيه موتوني بقى يا اخوانا. موتوني. ايه ده؟ ما بعرفش اركب عجل. إيه ده؟ موتوني. إيه ده؟ موتوني بقى. اهدى يا عمر بقول لك. اهدى عشان نعرف نتصرف بمكر وحكمه. اتفضل استريح. اتفضل تشرب حاجه. شكر. هي فين دلوقتي؟ هي عند ابوها من اول رمضان. بيت ابوها من اول رمضان. ونادين اختها بتقول انها قاعده طول النهار ما بتكلمش حد ولا بترد على التليفونات. يا نهار اسود. ايه ده اللي كنت قلقان منه من زمان. معنى كده ان هي هترفض تعيش في الواقع الحقيقي وتبقى عايزه تعيش في الواقع الافتراضي بتاعها. ايمين يعني عايزه تخش الشرنقه. شرنقه ايه ودوده قز ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اتصرف يا عمر. مش عايزين يحصل زي المره اللي فاتت. لازم نبعدها عن اي مؤثرات خارجيه. مؤثرات خارجيه زي ايه يا دكتور؟ افلام مسلسلات. مش لازم تشوف اي موقف بطولي لحد غيرك. افلام ومسلسلات. يا نهار اسود.
ده احنا في رمضان، ده في معجنة مسلسلات. اتصرف يا عمر. اتصرف اعمل ايه يعني؟ اولع في اللايسات. الحالة لو رجعت لها تاني هتبقى اسوأ من الاول، الحقها قبل ما تخش الشرنقة يا ابني. ده موبايلها مقفول. يبقى هتخش الشرنقة. طب اعمل ايه؟ الحقها يا عمر، اتصرف اتصرف قبل ما تخش الشرنقة، لو دخلت الشرنقة مش هنعرف نخرجها منها. يلا معلقتين بس عشان خاطر بابي. هو شاف؟ لا اله الا الله. عايز مننا يا اخي بقى ارحمنا. استر يا رب. رمضان يجمعنا كلنا. اه كمل لي وحدك بسرعه. اللي بيلاقي تيه مسلسل كلبشه. يوه خلاصي. بدله مين يا رحمه؟ انا عندي استعداد اسيب الشغلانه دي، بس بعد ما اعرفك مين هو سليم الانصاري. يا جدعان حد يرد يا جدعان. ابوس ايدك رد يا نادين، مش وقت رغي في التليفون. يا سلام بقى لو واحد زي سليم الانصاري ده اللي كان معاها على اليخت كان نزل شالها بدراع، والدراع التاني جاب لنا بيه كيلو كابوريا. استنى نزل فين؟ انت عايز نزل فين؟ اتفرج على التلفزيون جوه. نسمع سليم، انت جيت يا حبيبي؟ سليم، طب هو انا حمل امير كراره؟ طب كنت فرجوه على محمد هنيدي. يا دكتور لازم تشوف لي حل، الموضوع اتنين اكتر من المره اللي فاتت. هي حاله نسمه وصلت لانه مرحله، مرحله سودة ومهببه، بقى لها شهرين بتتعامل معاها على انها ظابط. طلبت مني ان اربي شنبي لحد ما بقيت شبح عم شكشك. ده وارد. امبارح قالت لي انا عايز الرخص بتاعت صحابات اللي اتسحبت في المرور. يا نهار اسود، هي وصلت للرخص؟ تاخد الكبيره؟ هات الكبيره. سرقت مصدق ابوها واديتوني. نعمل ايه احنا معاها؟ شيل شيل شيل. انت ايه اللي مشايلك البلوه ديت؟ مش ظابط، ما ينفعش امشي من غيره. بص يا عمر، بعد تفكير عميق انا رايي ان احنا ممكن نستخدم مع نسمه نظريه الخلخله النفسيه. معلش بس يا دكتور، ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هي ايه نظريه الشخلعه النفسيه؟ شخلعه ايه وليله ايه؟ الله يخرب بيتك واحنا في كباريه. اسمها الخلخله النفسيه. نسمه دلوقتي طردت عمر من جواها وحبت سليم لانها لقت فيه البطل اللي ما لقيتوش في عمر. احنا بقى لا مؤاخذه هنهق مشاعرها شويه. هن ايه؟ هنعمل خلخله لمشاعرها. اي مين يعني نجيب اسد ياكل اسد. اسد ياكل اسد؟ اها. ليه؟ يا الغابة فضيت، مفيش غزالة تايهة، ظبي خرج بره القطيع. أنا مش فاهم حاجة يا دكتور. يحصل إيه لو أسد قابل أسد؟ ممكن يسهروا مع بعض؟ معلش أنا آسف. قصدكوا يعني يجيبوا لبس؟ أقتله ده ولا أعمل إيه؟ أقتله وخلص العالم من غبائه. أنتوا قصدكوا يعني هيدشملوا بعض؟ إكزاكتلي. لازم نسمة تتعلق ببطل زي سليم أو أقوى من سليم عشان يطرد سليم، وساعتها البرواز هيفضى، عمر يخش نقفل البرواز على طول. الله يخرب بيت البرواز، على بيت اللوحة، على الموناليزا، على متحف اللوفر. دكتور تفتكر نظريه الخلخله دي هتاكل مع نسمه؟ على الله على الله يا عمر، ادينا بنجتهد. مراتك عيانه بمرض نادر قوي. ازاي زي مامك مرتاحه كده في ليله دخلتها؟ في ايه يا هبل انت يا عم؟ انا متضايق، كان نفسي اخش فيلم كوميدي. خليت اللي انت مدخله لنا ده واحنا شويه نحل. ما هو ده الاسد اللي هياكل الاسد يا عبيط، افهم. سليم. ايه يا حبيبتي؟ ما زهقت من الفيلم ده؟ لا زهقت ايه، ده حتى الضابط سيف عامل شغل جامد والله. فيش ضابط جامد زيك يا حبيبي، تعال نروح. لا نروح ايه يا حبيبتي، ده لسه الفيلم هيشد. بقول لك ايه، انا هجيب لك شويه فشار علشان تتفرجي على رواقه. ايه
ايه يا عم انت؟ انت ماشي على الدائري ولا ماشي في سينما؟ مالك داخل زي الترماي كده ليه؟ اما انت راجل قليل الادب صحيح. تسعد ان انت اللي قليل ادب؟ انا قليل ادب. ايوه قليل ادب. هو انا مت؟ لا يا حبيبي. طب انا شفاف؟ لا خالص. طب بتتكلمي ليه وتسخرينا مع الاشكال الزباله دي؟ اشكال زباله؟ طب تصدق بقى ان انا هقل منك قدام الحريم اللي معاك دي؟ الحريم دي اللي هتديك لا مؤاخذه بالجزمه يا حيوان. ايوه يا دكتور شبراوي، الموضوع اتنقل ب60 نيله. عماله تقول لي مفيش ضابط جامد غيرك يا سليم. لا مش عاجبها الفيلم، مع ان عز عامل شغل جامد والله. مش عاجبها؟ في عندك افلام ايه تاني؟ في فيلم العلا ربيع، تفتكر دخله لها ولا ممكن يجي لها صرعه؟ ايه يا جماعه خير؟ ايه اللي حصل؟ السافل ده تهجم علينا. اما انت بنت قادره صحيح بقى تفتحي دماغي وتقولي تهجم علينا؟ بنت يا حيوان اهو جالك اللي يلمك. دخل الديناصور ده الحجز يا سليم. حجز ليه؟ يطلع مين ان شاء الله؟ ده جوزي حضره الضابط سليم الانصاري. اكلم الاداره يا سليم باشا. اداره ايه وباشا ايه؟ الله يخرب بيتك. خلاص يا جماعه احنا اسفين، ما فيش مشكله. طب يرضيك كده حضره الضابط تضربني بالشنطه على دماغي تفتح لي قرني؟ يا نهار اسود، هو الدم ده كله مش شنطه؟ يستاهل، ده راجل قليل ادب مش محترم. انت مش تدوس على رجلين الناس، انت ايه حمار؟ ايه يا نادين الالفاظ دي؟ احنا اسفين يا باشا، معلش امسحها فيا انا. بص يا ابني انت، هو ايه الزحمه دي؟ ايه يا ابني في الله الله الله، ايه يا ابني اللي عمل فيك كده؟ مفيش يا باشا، ده كان حوار كده يعني وخلصت يعني. سهله سهله خلاص، اتلمت. ما اتلمتش، دخلوا الحجز يا سليم عشان يعرف مقامه. لا ده كده كتير قوي، انا ساكت عشان خاطر سيادتك بس يا باشا. باشا؟ لا انا مش فاهم حاجه، هو سعادتك مين بالظبط؟ انا حضرة الضابط سليم الانصاري، ومش هنسيب حقنا. والباشا ضابط فين؟ هو في الحقيقة يا باشا احنا كنا محتاجين نتكلم كزملاء على انفراد. كزملاء؟ لا وريني الكارنيه بتاع سعادتك. يا باشا دول شكلهم نصابين، انا عايز حقي من شويه الصيع دول. صيع؟ انا هوريك. اديله بالطبنجه في الدنيا. سلم سلاحك. مفيش ده المقاومة يا سليم. حاضر يا باشا. سلم سلاحك. حاضر يا باشا. ايه؟ شد يا نجم. ورشة الأبطال، مصنع الرجالة، عنبر لسوس، شد يا باشا، مالك كبير انت الحجار، كبير وحش الجواع، الوحش اهو، اسلم عليك، الوحش اهو، الوحش اهو، هو ده كلامه. السلام عليكم يا رجاله. ايه اللي جابك هنا يا شوكت؟ جاي لاخويا. اخويا اللي ما بيردش عليا في التليفون وبيطرب مني. خش في الموضوع يا شوكت. الجوازه بتاعت البيت مش هتتم الا لما كبير عيله الحجار يوافق ويحضرها. ولما انت بتفهم في الاصول قوي كده، ازاي توافق ان حريم عيله الحجار تتجوز واحد من براها؟ ريا لطفي البيت بتحبه. بقى تسيب صبر ابني اللي من دمنا وتجوزها حته عيل تافه لا نعرفه ولا يعرفنا. وطي صوتك الواد بره. بره بيهبب ايه؟ راح لك البيت ما رضيتش تقابله. راح لك الشغل قالوا له انك مسافر. وانا مفهمه ان الجوازه دي مش هتتم الا لما الكبير يوافق. ازاي؟ انت جننت؟ استنكت يا دكتور ازاي؟ عيله الحجار كلها ابطال ولا نسيت يا شوكت؟ وعلى كده عريس الغابره ده له في الرياضه والبطولات. هو بيحاول. زي ما تقول كده بيشتغل على نفسه. يعني ايه ده؟ مساء الخير. ايه اللي قلعك؟ ما انا كنت لازم اقلع عمي، انا داخل ساونا. هو انا رايح ساقية الصاوي؟ الله يخرب بيتك، كان قربوا يقتنعوا. اقعد اقعد يا حبيبي. لما عرفك على عمام العروسة. نشأة الحجار، اخويا الصغير بطل العالم في الجلة. تسمع عن الجلة؟ لا اسمع عن الجلة اللي بتلزق الجسم. وبكل فخر اقدم لك نجم العيلة، اخويا الكبير لطفي الحجار، بطل العالم 12 مرة على التوالي في رفع الاثقال. تشرفنا كوتش، تشرفنا. اما ده بقى صبر لطف الحجار. ابني ربنا خليهولك. ابنك هو حد انكر؟ ربنا خليهولك. بطل العالم 3 مرات في كمال الاجسام. تسمع كمال الاجسام؟ لا اسمع كمال ورايا. عمر مهندس ديكور كبير بيحب نسمع قوي. وتفتكر واحد زيك
يقدر يحمي نسمه؟ احميها من ايه بس يا عم؟ هي عليها طار ولا حاجه؟ انا بحذرك يا عمر، اي هواء او البنت تشتكي منك في يوم انت عارف هيتعمل فيك ايه. انا اتعمل فيا خلاص يا عمي، انا اتعمل فيا. طب انا بقول يا جماعه فرصه سعيده قوي، ويعني انا اتشرفت ودي دعاوى الفرح قبل ما تدوب في ايدينا كلنا، واستاذن انا. على فين انت؟ مش مستحمل الصهد ولا ايه؟ استنى اكتر مكان بيبان فيه قوه التحمل. صبري ايدك يا عريس. يا عم احنا نلعب كيلو بامية ولا ايه؟ عارف مسمينا عيلة الحجار ليه؟ ليه؟ عشان قلوبنا انشف من الحجر. هتوحشيني يا باكي، هتوحشوني. هو ايه نسمة اللي هتوحشوني؟ وانت هتتجوزي ولا مسافرة ليبيا؟ فرحانة قوي، فرحانة قوي يا عمر ان بابي وافق. انت كده فرحانة؟ اه. امال في عزا ابوكي هتعملي ايه؟ مش عارفة. الحقيقة عطلت. ايه في ايه؟ في ايه؟ بنتك عمالة تعيط، الناس هتفتكر ان انا خاطفها مش متجوزها. معلش يا عمر، انت عارف ان النسمة حساسة قوي، وبعدين من يومين اجي الموقف انا مش قادرة كمان. عمر هو انت مزعلها ولا ايه؟ مزعلها ايه؟ ده كده فرحان انا بعد عنك. ده انت هتشوف ايام طين. قولي لها اي حاجه يا طنط. ايه ده؟ سيبوني وارجع. بس يا بابا، بس حبيبي قول لنفسك، ها؟ دي نادين اخت نسمه الكبيره. هي شكلها اختها فعلا. على الله. تروح فين؟ نزل ارقص يا عم. ما ارقص؟ لا ارقص. طيب هرقص. ارقص. طلعتي ليه؟ انت ضايقتها يالا؟ بابي. ايه يا روحي؟ بابي فرحانة. ايوه صورة لو سمحت. حاسب يا ابني. مش كان زمانك مكاني التافه ده؟ بلاش الكلام اللي يفور الدم ده يا بابا، ما تخليش هما تربع الفرحة اللي فيه. حسين عبد الفتاح ابن عمي 12 ميدالية بطولة عالم في رفع الأثقال. اه. اثبت يالا. لا الصراحة بقى أنا مش قادر أمسك نفسي. انا عايز اقول لك ان انت جيتي في المكان المظبوط. الارنبيط هنا تحفه لدرجه ان ده تاني طبق اعمله منه. اه بس ده مش ارنبيط، ده بروكلي. ارنبيط او بروكلي اهو كله بيجيب انتفاخ يعني. ابراهيم زكي صاحب عمر الانتيك. وانا اسمي نادين.
انت عارفني بقى لو في وقت يعني هو ممكن... في حاجه يا نديم؟ لا يا باشا، هي كانت بتسال عن الخبيزه وانا قلت لها ان هي بتطلع في الشتاء. خبيزه؟ اه لا انا رشح لك المحشي حبيبي. اه اسمع تعالى عامل كفايه كده، انا سلامين كمان وهجي لي فتاق. خلاص اهو توتوس بطل العالم في السومو. اهلا وسهلا. توتوس تيو ستي مطران. الا عدى الجمال ده شفته مرة واحدة. عيني 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 بردة. بتحبني؟ بحبك. انا بموت فيكي. وانا كمان. تعرف يا عمر؟ انت اول واحد احس معي بالامان بعد فوقي. ما تريح دماغك الناحية التانية عشان رقبتك ما تتسقش. ها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ماله ده؟ في ايه؟ بقولك ايه، اتعدلي كده واتعاملي عادي، اتعاملي عادي. ايه ده؟ في حاجة يا ابو كباتن؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك انت يا بغل؟ ايه يا ستي؟ الراجل بيطمن علينا ما غلطش. مين دي يالا؟ بهطل ده ولا ايه ده؟ بيقول لك يالا. الراجل ما يعرفش اسمي، الراجل ما يعرفش اسمي، ما غلطش الراجل. دي مراتي حضرتك واحنا رايحين نقضي شهر العسل. يا بختك. انت قليل ادب بقى. الله الله الله، ليه كده؟ مشكلتنا يا قطه ان احنا ما بنضربش حريم. ايه هتضرب رجاله؟ اه. طب نعجل الموضوع يا جدعان بعد الدخله. اخوك لسه ما دخلش دنيا. يا جدعان الموضوع مش محتاج اربع تنفار. يا جماعه الارصد من كده بكتير، شخطه واحده الموضوع هيتم. يا رب يا نسمه، يا رب يا مشعل. حرام عليكم الرجوله ما بتقولش كده. يا عم جيب العواب سليم يا رب. ايوه يا بهاي، انا مش قلت محدش قرب لها؟ والله يا كابتن مصر محد جه جنبها. طيب اختفوا دلوقتي مش شايفش حد فيكم. الدكتور يا رب خير. خير يا دكتور، طمني. واضح ان الحادثه اللي تعرضت لها كانت صعبه جدا. أيوة. هي دلوقتي في غيبوبه، ادعوا لها. لا اله الا الله يا رب. هتفوق امتى يا دكتور؟ لا دي حاجه في ايد ربنا، احنا عملنا كل الاشعاعات والتحاليل اللازمه، واول ما تطلع النتائج هنطمنكم. سلام عليكم. عليكم السلام. لا اله الا الله. انا مش قلت لك الواد ده تافه ومش هيعرف يحمي بنتنا؟ نبي يا لطفي يا اخويا، انا فيا اللي مكفيني، ارجوك كفايه. نادين. ايوه بابي. سبع البرد جوزها فين؟ في اوضه 305. في ايه؟ الراجل عيان، زيارة ممنوعة. أنا عايزكم تصلوا على النبي كده. البنت بين الحياة والموت. سبتهم يضربوكم عرفتش تحميها يا جبان. أيوه عمي، ما هي دي الخطة. أنا سبتهم يضربوني علشان يشتغلوا فيا فنسمه تهرب بالسلامة. يا سلام! هو أنت لسه شفت ضرب؟ على فكرة عمي أنا اتضربت كل أنواع الضرب، فما افتكرش في إضافة ممكن تضيفوها. يا حبيبي ما تشيلش هم، إحنا هنتصرف. صبري بابا ما تنساش تسمي. سمي بسم الله. الله أكبر. بسم الله أكبر. يا جماعة أنتوا تتبعوا بعثة ولا إيه؟ بابي نسمة فقت. عمي عمي أنت حاسبني متعلق زي البرلوس كده؟ أنا محتاج أنزل عشان أطمن على نسمة. حبيبي أنت في الوضع ده محتاج باكواجي ينزلك. نسمة عمي الحمد لله على سلامتك. ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي.
ما تقلقيش، احنا بلغنا البوليس وان شاء الله هيجيبوا العيال دولت، يعني هيجيبوهم. احنا اللي هنجيب العيال دي وهناخد حقها بايدينا. يا جماعه من فضلكم ما حدش يفكرها باللي حصل. معلش يا دكتور، ممكن تقول لنا بس حاله نسمه وصلت لفين؟ نسمه ما عندهاش اي اصابات عضويه، بس واضح من الحاله اللي هي فيها ان الحادثه مأثره فيها جامد. نسمه حبيبتي الحمد لله على سلامتك. آه الحمد لله انك بخير. مين حضرتك؟ انا جوزها دكتور. لا بس بيتي. مالك يا نسمه في ايه؟ الحمد لله على سلامتك حبيبتي. لا ابعدوا عني. اطلع بره لو سمحت دلوقتي. هو ايه اطلع بره ده؟ تطلع بره يعني تغور في ده يا هلا. انا مش همشي لما اطمن على نسمه مراتي. صبري عمو صرف. مش مكسوف من نفسك وانت سقف اللي جرى؟ لا مش مكسوف، ولا بفخلك اركبه. مش همشي يا جماعه، انا هعلي موضوع لعن القيادات. الصوت يالا احنا في مستشفى. يا جماعه لو سمحت الهدوء. طب انا مش فاهمه يا دكتور ايه اللي حصل دلوقتي، ليه عملت كده مع جوزها؟ واضح ان في صدمه عصبيه شديده، والصدمه دي تقريبا ليها علاقه بجوزها لانها انهارت اول ما شافته. جرايا يا ابو الكباتن، احنا بقالنا ساعتين قاعدين ومفيش جديد. احنا الكلام ده ما ينفعش معانا يا شبح، والتيتا دي مش جايه من وراها اي مكسب بالنسبه ليك، وانت حبسنا في العربيه لا عارفين نشرب سيجاره ولا عارفين ننزل نعمل زي الناس. انت نزلت 50 مره تعمل زي الناس، مفيش ناس بتعمل كده. عليا الطلاق بالثلاثه، اما كنت تزودنا باكو في المصلحه دي هنقلع الشرابات ومبوصها لك. على فكره انت لسه لابس الشراب في دماغك. مش هتقولي بقى رايحين فين؟ انا عاملك مفاجاه تحفه حبيبتي، هعشيكي في مكان من الاخر. مش فارق معايا المكان، فارق معايا ان انت سبت نبطشيتك عشان نبطشيتي. صحيح، ده انا سبت نبطشيتي فعلا، فكرتيني. ده انا حبيبتي محتاجه اكلم العسكري المراسله بتاعي علشان اطمن على المجرمين في الحجز عاملين ايه، لانهم ساعات بيعملوا بلاوي سودا. ما يلا يا رجاله لو سمحتوا بسرعه عشان مفيش وقت. ملناش دعوه، عايزين ال 1000 جنيه. انت هتشوط لي ولا ايه؟ ايوه يا عمر. ايوه يا ابني. اخبار المساجين السفلة اللي في العجز عاملين ايه؟ موجودين اهو يا عم وقاعدين وعايزين 1000 جنيه زياده. طب ما تديهم وتنجز علشان الشنكل هيخش في سقاطه. يا نهار اسوح، بقول لكم ايه، خلاص هديكم ال 1000 جنيه بس يلا بسرعه، الشنكل هيخش في سقاطه. مساء الخير. مساء النور يا فندم. رخص بعد اذنك. تحت امرك. اتفضل يا فندم. ايه ده انت اسمك عمر؟ يا فندم عمر. عمر ها؟ عمر. عمر. عمر يا فندم. بس رخص من انت يا استاذ عمر. ما انا الحقيقه يا فندم ما كانش عندي وقت اجددها، انا اسف. طب معلش انا مضطر اسحب رخص يا استاذ عمر. عمر؟ عمر مين؟ خد مراتك واهرب. لا خد مراتك واهرب يا عمر. لا يا عمر. مش عمر الشراوي اللي يهرب. بصير مش عمر الشراوي. انجز. مش عمر الشراوي اللي يهرب. منوره يا هانم. البيت منور باصحابه يا حبيبتي. انا حبيت نادين قوي على حب ابراهيم ابني ليها، اول ما وراني صورتها على فيس ما استنتش لحظه، على طول عملت لها اد وبقينا نعمل لايكات لبعض وشير وبقينا نبعث لبعض قلوب حاميه. ميرسي قوي يا طنط. معلش يا جماعه قبل الكلام على اي حاجه، انا واحد ام ولاد غير،
يعني مش باقي على الدنيا. ولا يهمك يا حبيبي. على فكره هما الولاد حابين بعض قوي، وابراهيم جاهز من مجاميعه، عنده شقته، ما فاضلش بس غير الاجهزه. هتنزل عروستنا تشتري كل اللي نفسها فيه، ولو مش عاجبها الشقه اغيرها. لا ليه مش عاجباني؟ ليه هي عاجباني ما فيهاش اي حاجه اصلا. مش لما ابوكي وافق الاول اتهدي بقى. يا مامي ايه يا جماعه، هو عمه بقاله 9 ساعات في الحمام ولا ايه؟ ما تشوفوه لا يكون غرق في البانيو ولا حاجه. انا بجد اسفه، اكيد هو عنده مكالمه مهمه، انا هطلع استعجله. يا ريت يا مامي لو سمحت. انت لسه ما لبستش لغايه دلوقتي يا شوكت؟ ومش هلبس يا كاميليا، مش هلبس. كفايه تلوى دراعي في جوازه نسمه، مش هتلوى دراعي تاني ابدا. ولزومه ايه الكلام ده دلوقتي؟ لزومه ان انا اتفقت مع الواد دوت انه يجي لي لوحده اتفق معاه واشوف ان كنت هوافق على الجوازه ولا لا. وايه اللي حصل غير كده يا شوكت؟ اللي حصل انه جايب لامه حضرته بيحرجني. انا مش هنزل يا كاميليا، كفايه انه من طرف 7 البرومبا جوز بنتك الصغيره. في يا بابي؟ ابوكي مش موافق على الجوازه يا حبيبتي. ايه؟ انت بتعملوا فيها كده ليه؟ بصي خلقتها؟ حرام عليكم والله العظيم، يعني انا اخت صغيرة اتجوزت قبل ايه وانا واقفه على بيتكم ليه؟ بس الناس كانت وش كانوا وشها فين؟ ما وشها زي ما هو. انا بموت نفسي والله العظيم، لو نزلت معايا دلوقتي هموت نفسي. ايش السلاح يطول يا بنت كلب؟ انت شايف العند بتاعك هيوصلني هتموت نفسي؟ ما تهزيش ايديها يا كاميليا. انا مالي هاتي 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 يا بنت كلب هاتي. انزل معايا. انا هنزل يا نادين، هنزل يا كاميليا، لكن يكون في معلومكم مش معنى نزلت ان انا هوافق، انا هنزل اقيمه واشوف. طب ممكن تلبس بقى من فضلك؟ مش هلبس، انا هنزل كده. يلا طب يلا. لا يا طنط رايحين فين؟ ما يصحش، بابي زمانه نازل. يا ابراهيم صدقني احنا غير مرغوب فينا. اهو جاهو. سلام عليكم. مين ده؟ شوكة الحجار صاحب البيت والجاتو والشاي اللي طفحتوه ده. هو ايه اللي لابس ابوه كده نسمه؟ هو جاي قبل العريس ولا نازل يصلي الجمعة؟ ما تاخذونيش، انا قلت انزل على طبيعتي، انزل بجلابيه، ما رضيتش البس بدله مع ان الدولاب هيقع من البدل. ثم انتوا فاجئتونا بالزياره، في حاجه اسمها تليفون، امروني. ويا ترى هنأمرك واحنا واقفين كده ويا تسمح لنا ييح؟ لا ييحوا. هي لغه كم حرف؟ كله. انا هخش في موضوع يا طول. يا ريت، لاني ما عنديش وقت. احنا جايين شاريين بنتك نادين يا ابننا ابراهيم. ابراهيم جاهز من مجاميعه وشقته عنده، وعروسه شافتها وعجبتها قوي. ويا ترى العروسه شافت الشقه فين؟ على الموبايل يا بابي، على الموبايل. فيه انت شفت الموبايل فين يا بنت الكلب؟ شوكت مش معقول كده بقى، خليها تتجوز، هي بتحبه وهو بيحبها. انا شايف يا عم ان احنا نقرا الفاتحه ونكتب الكتاب ونجيب الشبكه وصلي صلي. محجوز لك القاعه بالمره يا قمر. محجوزه يا عمي والله، خدتها من على بوقي، محجوزه قاعه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مفيش حاجه هتتم الا موافقتك، ده انت الخير والبركه. هي شوكت بنقرا فاتحه؟ جرى ايه يا هانم؟ ده انتوا المفروض بتفهموا في الاصول. نقرا الفاتحه ازاي؟ مش تستني لما اسال على المحبوس ابنك؟ بقول لك يا عمي، لو عايز تسال على ابراهيم اسالني انا، ده صاحب عمري اضمنهولك برقبتي. ما هي دي المصيبه. عمي انا رايي ننجز بدل ما الواد يتخطف مننا، نقرا الفاتحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحه الله هتتقري يالا. بنتي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يا امين. وبالمناسبة السعيدة دي بقى، احنا عندنا شايم قطقط كده في عين السخنة، ايه رأيكم نعمل يحيى ترفيهية يوم الجمعة وعزمكم على أكلة سمك؟ عجبك المطعم يا شوكة بيه؟ هو بتاعكم؟ ايه؟ عارفة؟ على ماي بصر من هنا الشاي بتاعنا مساحته 64 متر يجري فيهم الخيل. وحضرتك بتعملي اعلان للوسيط؟ ما دماغنا بقى. شوكت مش معقول كده، احرجت الست. عماله تتكلم على الحق اللي عايشه فيه وكانها عايشه في قصر المنسترلي، ليه القرف ده؟ شوكت من فضلك بقى افردها شويه. بقول لكم يا جدعان، احنا بعد اكله السمك دي هنروح نركب الكليفريت. تليفريت؟ قول انا بحب التليفريت. انا مدمن كليفريت، انا بستنى بقى لما الباب يقفل واروح متشعبط فيه من ورا. بجد عملت كده يا هيمه؟ عيب يا قلب هيمه. طب بقول لكم يا جماعه، ما بلاش موضوع التليفريت ده عشان انتوا لسه واكلين، فممكن معدتكم تقلب فترجعوا في وش بعض. يعني ايه معدتهم تقلب؟ انت مش ناوي تركب معاهم ولا ايه يا صابع البرومبا؟ لا عمر بتهزر، مش هتركب تليفريك؟ لا يا حبيبتي ازاي، هركب طبعا هركب. هو فين التليفريك؟ فين التليفريك؟ يا ناجي يا ناجي اسمعني بس يا ناجي، والله العظيم انا خايفه. ايه يا داليا يا حبيبتي، خايفه من ايه؟ ما انا معاك اهو،
يلا بس يلا. راح فين يا بيه؟ اقطع حمولك ثلاث افراد. ثلاث افراد ايه ده؟ لسه في 7 انفار داخلين في الكابينه اللي قبلينا. على العموم بقول لك ايه، انت خد نادين ونسمع وسبقوا انتوا وانا هحصلكوا بري. ايه عمر ده احنا مش هنطلع من غيرك. ليه هو انا اللي هسوق؟ خد نسمه في كليفريت وانا هاخد نادين في كليفريت. ها وكله يدلع نفسه. ماشي ثانيه واحده. بقول لك يا ريس، هو البتاع ده ما فيهوش باراشوت؟ باراشوت ايه يا بيه؟ تركب هليكوبتر؟ لا لا ما اقصدش، انا اقصد يعني ما فيهوش حزام امان. ما فيش حزام امان، وبعدين الكابينه معمول لها صيانه. انت خايف؟ لا والله العظيم، يا والله العظيم بخايف. العمار بقى يدلع راجل. ده موقفين حنوتي على التليفون. يلا يا عمر. بقول لك ايه؟ انا بكتري قوي اسبوع 10 ايام بالظبط يعني. أيوة. وهاجي اجيب الشبكه وهب عليكم. والله العظيم اقسم بالله انا عامل كده. ابوكي ده لازم يتذبح له القطه ويتاخد على الحامي كده في اولها. بعد الشبكه بشهر، بشهر ايوه هجيب قرايبي من دمليج واجي اتجوزي. لا 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 بقول لك ايه يا نسمه، عايزين نهدى شويه علشان حمل الغسيل اللي احنا متشعلقين فيه ده ملوش امان. حمل لا 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 بلاش كده بلاش كده. طب انا هفضل اتصور كده لوحدي ثلاث صور معايا. لا 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 انا رايح حبيبتي نيجي نتصور جنبي هنا علشان الفيو من ورا هيبقى تحفه. واسال الفيو التحفه ده مش باين من واحنا قاعدين هنا. لازم نقوم. نقوم فين؟ في برطمان المربى اللي احنا فيه ده. خلي قاعده. يلا يا عمر انا مش عارفه انت بس خلي من ايه. ايه ده؟ في ايه؟ امسكي كويس، احنا معاكي. في ايه؟ يا رب استرها يا رب، استرها يا رب. انت بتقلق يا خرابي نسمة. امسكي يا نسمة كويس، خدي بالك يا بنتي. اسمع كلامه، اسمع كلامه، ده عايز مصلحتك. الحال يا عمر، المنظر مرعب من هنا ومن هنا كمان. انا حاسه ان ايدي بتفلت. ما هو انت غلطانه برضه يا حبيبتي، محمله على ايد واحده، حبه شمال وحبه يمين وهتتقطع. هو في حد معايا فوق؟ امسكي كويس يا نسمة. مش عارفه. امال فين كوز الدره اللي معاكي؟ كوز الدره ما عرفش. امسكي كويس. مش عارفه مش عارفه. ربنا ما بينساش حد. اجمدي يا حبيبتي اجمدي. لا 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 الحمد لله رب العالمين، احنا بقينا احسن بكتير. احسن ايه يا دكتور؟ دي بقى لها اكتر من شهر لا شافت حد ولا خرجت ولا نزلت ولا حتى التلفزيون بتتفرج عليها. لا يا كاميليا هانم، احنا اتفقنا على ايه؟ مفيش تلفزيون، مفيش انترنت، مفيش سينما، احنا عايزين بنوتتنا تقعد في هدوء شويه. طب ينفع يا دكتور اخدها وننزل نخرج شويه نغير جو؟ نسمع، مش عايزه تخرجي شويه؟ لا مش عايزه ترجعي بيتك تشوفي عمر؟ شرف. اتفضل يا دكتور. ايوه يا ابني. لا 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 خليك انت في العربيه دلوقتي على ما اظبطه لك، ما تقلقش. 3 دقايق وتعالى بالظبط. مش عارف حاسس. سلام بقى عشان نازلين سلام. انا عارف يعني ايه نيرفز. انا مش نيرفز يا دكتور ارجوك. اتفضل اتفضل ارتاح. انت مش عارف تصدق لغايه دلوقتي ان احنا مش هنسلم؟ بس بقى بص يا شوكت، انا مقدر ان نسمة عانت الفتره الاخرانيه من حاجات كبيره قوي، بس الحمد لله ابتدت تتعافى وتعدي المرحله الصعبه دي وبتتحسن، بس تحسن بسيط. ايوه يا دكتور، يعني البنت هترجع لحالتها الطبيعيه؟ اوف كورس نوت. قصدك يا دكتور؟ انا رايي ان كفايه قوي شهر نسمة بعيد عن بيت جوزها. انا شايف يا عمي ان الدكتور شبراوي عنده حق. بيت ايه وجوز ايه يا دكتور؟ ما لو كان بياخد باله منها ولا محافظ عليها ولا قادر يحميها كنت رجعتها له من زمان. انا شايف يا دكتور شبراوي بقى المره دي ان عمي فعلا عنده حق. شوكت، نسمه لازم تمارس حياتها الطبيعيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نسمه لازم ترجع بيت جوزها، ده العلاج. ثانيا ندي عمر فرصه تانية. قصدك ثالثه؟ شوكت مساء الخير. عمي ده ايه اللي جابك هنا؟ انتوا متفقين مع بعض؟ بص يا عمي،
انا عارف ان حضرتك زعلان مني، بس انا اكتر واحد بيحب نسمة بنتك واكتر واحد بيخاف عليها. بتخاف عليها؟ بأمارة ايه يا حبيبي بتخاف عليها؟ عرفت تنقذها لما تلم عليك العيال الصيع وصعلوك في الارض؟ شوكت عرفت تنقذها من الغرق؟ شوكت لحقتها لما وقعت بالتليفريك؟ شوكت انا كان نفسي اجوز بنت راجل. راجل يا عم انت كده مش عايز راجل، انت كده عايز لواء في الدفاع المدني. ولا عمي عمر طيب يا عم. أنا عمه بيحبك. أنا عمر. عمر عمي طيب. عمر وايوه فيلك. أنا لخبطت الوقت. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أنا تعبان. إيه ده أنا خائف. مثله ياد مثله. طبل ياد طبل. يكون في معلومك لا في فرح ولا جواز إلا ما اطمن على الاسم الأول. شوكت ليه؟ جواز نادين ممكن يساعدنا في حل مشكلة نسمة وعلاجها. شوف ولا تلم شوكت الدارة ده غضار. بص يا شوكت، نسمة لما تنشغل في تجهيزات الفرح وتشوف فرحة أختها قدامها أكيد هتخرج من الاكتئاب اللي هي فيه. ايه رايكم في التلاجة دي؟ تجنن صح؟ حلوه قوي. ايه رايك؟ هي حلوه قوي لو هنبات فيها، بس اعتقد انا جبت اوضه النوم خلاص يا جماعه. ايه ده؟ يعني انا شايف يعني دي حلوه جدا. دي نسمع، شفت كرسي المساج ده؟ ايه رايك نجيب واحد نحطه عندنا في الليفنج؟ زي ما انت عايز. ما فيش حد هنا ولا ايه؟ لو سمحت بكم كرسي المساج ده؟ الكرسي ده عامل 85,000 جنيه، وبعد الخصم والصلاه عامل 85,000 جنيه، وعشان نجيب حلقه او المنام عامل 30,000 جنيه. هو بيقول ايه؟ هو تقريبا عايز يرجع الكوكب بتاعهم، بس مش عارف. حلقه عايز يطلع عليه واحكم عليه بنفسك. فوق ما انا ماشي فندم. واقعد عليه، بقول لك حلقه واقعد عليه واحكم عليه بنفسك. اتفضلني يا هان. اتفضلني يا منان. اتفضلني ليه؟ اتفضل. اوعى يكون بيكهرب ولا كده عشان ما بحبش المقالب. ها لا طالما مفيش ميه ولا مش مقلقش من حاجه خالص. هو تقريبا اللي هو استلعله في مناخيره. اول ميزه في الجهاز ده ان هو بيشقعك في الصيف ويسخنك في الشتاء. وفي الربيع بيعمل ايه؟ بيطلع ورد؟ ورد ايه يا ناشا؟ انت لو ضغطت الجهاز ده هنحلم بيه. في مساج وفي مقلاج. الميزه الثالثه بقى كمان تلبس المطاني هتشوف جو تاني خالص، وهتشوف مناظر طبيعيه ومزيكا خلابه. اتفضل يا هاني. هذا نايس ليه؟ الله، هي دي. ايه رايكم في الدراير ده بقى؟ دراير ايه يا طنط؟ ده بيجيب جرب. جرب ايه؟ امال انت عايز تنشف هدومك ازاي؟ عايز تنشرهم على حبل غسيل عشان كل الجراثيم تيجي فيهم؟ لا انا هدومي لازم تدوق الشمس، وتحديدا غياراتي الداخليه بقى على فكره. ايوه يا ماما، هي غياراته لازم تشوف الشمس. صدقها حلو بجد. انا هجيب واحد عندنا في البيت. نسمع يا نهار اسود. نسمع يا رحيم. مساء الخير يا فندم. دي شاشه ليد 80 بوصه 4K كواليتي عاليه قوي يا فندم، وكمان معاها هوم سيتر هديه. بص حضرتك الصوت بيبقى عامل ازاي يا فندم. يا فندم أنا آسف. طنط ما شفتيش نسمة؟ هي مش كانت معاك؟ كانت معايا بس اختفت. اختفت؟ نسمة. رحيم حبيبي. رحيم يا نهار دقن. افتحي يا غزية، انا لازم اطبل عشان تفتحي. مين؟ احنا بيتنا طاهر. ما تخبطش بالطريقة دي. امشي يا بنت نادي غزية من جوه. احترم نفسك.
لك لاطلب لك الاسعاف تيجي ترحلك. اسعاف مين؟ اجري يا بنت نجري يا عدمتي ربانة دي غازية من جوه. مين يا سلوى؟ معرفش، واحد كده زي ما يكون بواب. شوف راجي، هو واحد كده كفتة والسلام. غازية مين اللي بترحل؟ ايه؟ مين؟ انا وقعت من السما وانت استلجتيني. انت مين؟ استاذ عفيفي، مدرس لغه عربيه اول وساكن معاك في نفس العماره. وعايز ايه يا استاذ عفيفي؟ ها؟ عايز ايه؟ ابن حلال، انا عايزه اتنقل المدرسه اللي جنب البيت. اعتبري نفسك اتنقلتي ونجحتي وتحضري في الماجستير. هو انت بجد ولا 3 دي؟ هو ينفع يعني بكره نتقابل يا استاذ عفيفي الساعه 9 الصبح؟ عشان اقدم البنت للمدرسه ولسه استنى ل 9 الصبح. ما ينفعش 9 الا 5. لا ينفع. انت تحلمي وانا حقك. ميرسي يا استاذ عفيفي. ميرسي يا استاذ عفيفي. استاذ عفيفي ايه بقى؟ قولي يا دي عفيفي. يا دي عفيفي يا ابني جزمي عفيفي. يلا يا قولي يا بقره يا عفيفي. ها عملت ايه يا استاذ عفيفي؟ قول يا دي عفيفي يا بقره يا عفيفي. قولي له يا بقره يا عفيفي. عملت ايه يا عم شاقي؟ اديتها مهله سنه عقبال ما تشوف شقه غير شقتها. ايوه يا حنين، سنه يا دوبك. اهي تروح من هنا بعيلها على ايديها ويبدا يتربى في عزك. وايه اللي خلاك دخلي خارجي كده؟ حكمة ربنا. اولع لكم في نفسي يا جماعه وترتاحوا مني خالص. هولع في نفسي اهو 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 عشان ترتاح مني خالص. اهرب عليكم كده. انا اللي هطلع امشيها. انزل الاقيكي فحمة، مش عايز اشوف وش امك ده تاني. انا هطلع امشيها انا دلوقتي. خش اندهي الرقاصه اللي جوه. افندم. خش اندهي الرقاصه اللي جوه. انت مين انت كمان؟ انت مين؟ محروم. محروم من ايه؟ من حلال الام. ولما كبرت اتجوزت رأفت. رأفت مين؟ مراتي. آه يا ما. ايه في ايه؟ انا جارك محاسب ضرايب وفي خدمتك قوي يعني. وانت ايه اللي جابك هنا؟ يعني مفيش، جيت اعرف اذا كنت تعرفي ترقصي ولا لا. ارقص؟ طب عن اذنك بقى. ليه؟ عايزين ننام، بكره هنصحى بدري ونقدم البنت في المدرسه. طب انا اجي معاكم؟ لا، ما استاذ عفيفي هيجي معانا. استاذ عفيفي يجي ليه؟ ده ناظر المدرسه عليه ضرايب وملفه عندي. يبقى بكره الساعة 9 يا استاذ فوزي. ياض ياض يا فوزي. ياض ياض يا فوزي. الحقني يا فوزي. استحملك. نعم. مربيك على ايه؟ خلاص. مشيت. مش هتمشي. ليه؟ عجبها الدخل بتاعك يا استاذ فوزي؟ دخلي ايه وانا عندي دخلي؟ انا بس اديتها فرصه سنتين عقبال ما تشوف شقه جديده. ايش ايش لو على راسي يا حبيبي، انا ممكن ارقص لك على فكره. ها فوزي، انا ولا الرقاصه يا وزع؟ رأفت. رقاصه طبعا. فوزي شفتها؟ شفتها. دي قالت لي يا فوزي الحقني. اللي جاي كانت عايزه تغير الانبوبه ولا حاجه. انبوبه؟ انبوبه ايه؟ قالت لي وقالت لي ايه؟ دي بتموت فيا. مين اللي بتموت فيا؟ بتموت في مين؟ بتموت في مين؟ بتموت في مين؟ بتموت فيا انا. بتموت فيك ازاي؟ دي قالت لي يا دي عفيفه. يا دي عفيفه؟ دي قالت لي يا دي فوزي. يا
خينا يا بنت الكهل. العيال دي سيس ومتجوزين غفر. انا هطلع انا اخلص الليله دي يا حسن، ما تقلقش. لا 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 تطلع فين يا ايش؟ ايش ما تسيبنيش لوحدي. يلا ما تخافش يا. طب استنى كده اطمن على حاجه الاول. مش لابس دخلي. اطلعي غير عليا طبعا. بقول لك ايه؟ خراشي يا لهوي يا لهوي. انت يا رقاصه يا رقاصه، البنت بنت محترم يا رقاصه درجه ثالثه. نعم في ايه تاني؟ نعمل عليك. وانت مين انت؟ ثالثه مين يا اولاد الكلب؟ ايش ايش صاحب اكبر زفه في مصر، طبال رقاق مطرب، وعلى فكره معايا عربيه ممكن ابقى سواق. خلاص بكره الساعه 9 ابقى اجهز العربيه، اختي رايحه تقدمني في المدرسه. انت ايه اللي جابك هنا يا دنت؟ ها انا جاي اغير انبوبه البوتاجاز. من هنا ورايح مفيش كلب فيكوا يهاوب ناحيتنا، فاهم؟ الشقه دي تحت حمايتي. يلا اشوفك بدري يا ايش ايش. اتشلى من بهنا بالوفر. ايه جو ذئاب الجبل ده؟ متخافيش يا حبيبتي ما بتعدش. دي الست قمر اللي مأجر الشقه. اتحشم يا مرا. جرى ايه يا معلم؟ الله دي هتدفع بدل الطقطه. ايه بجد؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا يا دناي يا اهلا حلوه. براحتك يا ابو الوفا. مين دي يا معلم؟ دي المداز بتاعتي. ودي هعيش معاها ازاي دي؟ بصي اول ما سلوى تزرجن في الاكل قولي لها هتاكلي ولا جيب لك العو. عينا ليلى ليلى. هو انت دنيا؟ ايوه دنيا. ونحن دنيا. معلش بقى عشان مستعجل. دنيا 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 يا دنيا عايمك تجي طبعك راضيك كده ليك، وترفعي الندل وتنزلي الاصيل كده ليك. ايه دنيا في ايه؟ ده رقم تليفوني لو عايزه تكلميني. عمر انا بطلت حكايتي يا صاحبتي. ليه بس يا عسل؟ صاحبت ولد في كي جي 1 فضل يكلمني واكلمه لحد ما سقط في الامتحان. ما تخافيش انا ما دخلتش مدارس، بس انا وعدك ان انا لما اكبر هطلع سيكيورتي كبير. طب خلي دي بس معايا علشان رصيدك ما يخلص، وانا لما بعوزك هبقى اندهلك. تعالى ورايا. تلفيت ابن مالك بيقول لك ايه؟ الجمال لازم يتاجر بالمال، ما تيجي في الحلال. ايه ده يا عم الناظر؟ جيتك من اخر لبنان؟ يعني من على الدائري كده يعني؟ انا اسمع ان لبنان حلوه، بس هي حلوه قوي كده؟ تقبريني. خلدون بيقول لك ايه؟ يا لبنان يا لبنان بناتك هتجيب لبنان. اه ده كل ده لانشون ولا ايه ده؟ انت وياه. انا اللي هوصلها انا اللي هوصلها انا اللي هوصلها عليها الطلاق، ما حد موصلها غيري. بس انت وهو انا اللي هوصلها. النظر ده زميل ديك قديم. تعال يا بنتي يلا اللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من البصباصة. الله يهدك يا ابو الوفا. يا ابو الوفا الموضوع هياخد وقت، والعام الدراسي خلاص بدأ، وصدقني ما عنديش ولا مكان فاضي في المدرسة. اعمل معروف يا حضرة الناظر، حرام عليك البنت هروح عليها سنة من عمرها. أنا بقى حدي ابنك شقة في العمارة عندي أول الشارع. نروح نجيب لبس المدرسة إمتى؟ يا سيدي هتستلم اللبس من عندي، والنهاردة هيبقى أول يوم لها في الدراسة. مين الواد أبو مرسيد ده؟ ده عدم المغزل اللي حل محلك يا سي حسن. بقى انا مديكي فلوس قد كده عشان تجيبي ربع كيلو خيار وعلبه زبادي عشان العشاء، تقومي جايباهم ورسقاهم من خلقتك كده. اصل سمعت ان سر جمال المراه بيرجع للطبيعه. ده بالنسبه للمراه يا رفت، انت مال اهلك انت ومال المراه؟ مع ايه الكلام اللي بتقوليه؟ يوه الله جرى ايه يا فوزي؟ هو انت على طول سدت نفسك كده؟ سدت نفسك انت في حاجه بتسد نفسك؟ اعشكي انا دلوقتي. يا الله ما تشيلش همي. اه حبيبي بتعشى اهو انا زي الفل والله. قرف. انت بقى سمي يلا سمي. جاتك القرف. قومي غوري 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 غدش نامي. جاتك القرف. طب هتيجي تنام ولا هنام لوحدي؟ لا تنامي لوحدك. هو يعني ايه الجديد في ده؟ ما انت طول عمرك بتنامي لوحدك، ولا هنام جنبك مثلا؟
خلاص يا اخويا، فاكرني هتحايل عليك واقول لك الحقني يا فوزي يا قمر؟ جاتك القرف، جاتك القرف. قومي نامي، قومي نامي. الحقني يا فوز. هو مين اللي معاه قمر ده؟ ده اللي حل محلك يا سفاوي. يا حلو تقول يا حلو صبا يا حلو تقول يا حلو صبا نهارنا فول تاني يا حلو صبا. ما انت ما بتتبش والنبي صبا وترجع تشتكي والنبي صبا. اهي ليه ليه هو كده اللي طقع ما يتحسبش يا شباطه. السمسار جاب حد للشقه اللي فوق لسه يا سيدي المعلمين. طب يلا روح روى العربية. يا بابا الفطار. طب في الزفت ده فطار؟ فطار ايه يا راجل؟ عيب عليك، تلاجتك فاضيه وبتهش وتنش يا اخي يا اخي، وانت بتفطرني حد واربع والنهارده التلات، اللي يجوع يوم التلات يعمل ايه؟ استنى الاربع وبعدين لازم تتعودي على التقشف. ايه
دي كان فيها 4 مانجات ناقصين 3 راحوا فين؟ كلتهم كنت جعانة وكلتهم يعني انت عارف الجوع كافر. ايه؟ الجوع هو اللي كافر؟ مش الخميس. انت عارف الخميس باجي تعبان اخش انام. ماليش فيه ما يخصنيش على فكرة. انت كبيرة بقول لك ايه اكن النهاردة الخميس وتيجي نلعب ضربك يا سيد. ايش ايش لو سمحت ما تبوظليش السيستم حاسب. سيستم هاني ميال على اختلاق غبية. هو في حد عايش معايا غيرك؟ ضحك معايا تموتيني. انا ما اعرفش انت ليه حاططني في صوره عفشك دي. والله الصوره اللي متعلقه هي اللي عفشه. ما تركز طب في الحقيقه. يا نهار اسود ده الحقيقه اعفش. بتعيط ليه؟ اي حد يعاتبك وعايز اصالحه لما بتعيط وعايز اديك بالبلغه. اصالحها ازاي ده اقتلها يعني ولا ايه؟ هات لي 2 كيلو سفندس. سفندس؟ ايوه. حط للسفندي ابوستروف اس. ايوه انت مش هتجيب 2 كيلو كتير. اه 2 كيلو كتير سفندس. ايوه واجيب لك 2 كيلو منجس. خليك لي ربنا ينتقم منك. لا يا رب ياخدك يا رب. ادعي لي الهي يا رب يجعل لك في كل خطوه سلامس. عطشان 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 وين المر ده عمي وين خالي. يا اخي ليه بالك شهر ما استحمتش يا معفن يا مقبر؟ السكان اشتكوا وقالوا اغثونا. باي باي يا مقبر. انت مش هتصلح ولا ايه معلم يا سيدي؟ ما تبقى تدفع الفلوس الاول. ايه ادفع 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 في زفت فرح الليله. ولا احترم نفسك. ايوه في فرح النهارده بس النهارده انا عندي تصحيح. بقول لك ايه؟ عفيفي برانا. لا بوس ايدك يا عيش، انا ما عنديش اي مصدر دخل تاني، ده انا باخد 125 جنيه في الشهر. امال ايه يا عم الامور؟ تخلص تصحيح وتيجي على طول. اقول لك ايه؟ ما توصلنا بالاكس 3 بتاعتك دي. اجري لك التاكس ابيض. تاكس ابيض ايه؟ انت عايز تشلني ولا ايه؟ ده بسم الله الرحمن الرحيم فيه 2 جنيه ونص. 2 جنيه ونص في الزمن اللي احنا فيه ده؟ يا اخي على ابو القرش لما ينزل صحته. بس 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 امسك. كفو تاكس انتوا الاثنين ما تخلوش مع بعضيكم. يلا عايز حاجه؟ سلام. وانت هتتنيل تركب ايه؟ ها؟ انا هركب اتوبيس احمر من ابو 25 سائق ولا اقول لك هات 5 جنيه وخدها كعابي؟ بخيل. ازيك؟ كويس؟ عامل ايه؟ كويس؟ كويس كويس. ايه يا معلم بقالك يومين ما بتجيش؟ معلش السكر كان عالي شويه. وبعدين ولا قبلين هتظبطه واكون عندك الليل. طيب استنياك يا معلم. ماشي. دي بقى الحته العرفي بس المشكلة في فرق السرعات. سهلة خلطتها معايا. امسك دي برشامة اسمها لا تسألني من أنا. شديدة. لو سألتها أنت مين مش هتعرف. ربنا يقوينا يا رب.
استاذ هاني مندوب الجريده. احنا دلوقتي يعني مرات رئيس المصلحه توفت وعايزين نعمل لها نعي صغير كده. هتكتب لي فيه ايه بقى؟ شوف يا سيدي، هنكتب الاستاذ فوزي ينعي بمزيد من الحزن والاسى الاستاذ. ايه بس بس انت كده هتخرب بيتي يا حاتم. خلي بالك ده بخيل جدا. طب بقول لك ايه، تعرف تكتب دي؟ ها؟ قفلنا الجريده. اهم حاجه في درس النهارده العنوان. العنوان نضيف، الدرس نضيف، وتلاته بالله العظيم اللي ما هيركز لعبطه. انا غبي ابن غبي توب ليه؟ مش لسه جنب بيتكم؟ ثانيه واحده كلمني شبيه. ايوه ايش ايش حلاوتك يا ابو ايش ايش. انا عايز الزفه بتنزل ترف علينا في رعايه الله. مش عايز صوت، قول وراي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا الليله. عرسنا الزنوك حيلة، العلو عرسته حلوة وجميلة. ست عمر ساكنة جديدة وصلت. ست عمر جاريكم الجديدة الفنانة الاستعراضية. ايوه استعراضية، عشان كده طلقهم علينا. وانت منين بقى ان شاء الله؟ من لبنان. مش باين عليك يا اهلي. وانت يا اموري متجوزة ولا مدوراها؟ لا مستنية ابن الحلال. ومبلطة قد ايه فيها يا امورة؟ على فكرة انتوا كتير بلا ذوق، ممكن تنطبي انت وياها جوات. ايه يا ست الام؟ هتجيبي ست الام يا بنت منك ليها؟ بقول لك اهي يا اموره من اولها كده، احنا مسجلين خطر يا بنت. سيبك منهم يا اختي، دول نسوان قلات الادب، ده كفايه عليهم تندبوا. دي بالدنيا دي، انت حرقتيهم. يلا ندبي قدام. وسع انت يا اختي، عملت لها شيهان استعراضيه. جايتك من اخر لبنان عشان اقدم النسوان. يلا ده احنا خالك امرك معايا. يلا يا اختي. ده اللي انا كنت عامله حسابه، رجالتنا راحت، رجالتنا راحت. لما ريشك يا كتكوت انت وهي
لحسن انتفهم لكم ريشة ريشة. من الولية المتنقرة دي؟ انا باخت قمر، واللي هتطول لسانها فيكم هنقر لها دماغ. يا شيخ سلام، لحقتي يا بنت، لحقتي يا بنت، تعلقي ابن البوابة يا بنت. اخرسي يا فاكسة يا مفكوسة يا مفكسة. فاكسو هيدخل بظهره يلم كل اللي في العمارة. رقصت يا ناوية يا ياما. سيبوني في النصيبة اللي انا فيها، انا ما صدقت لقيت راجل يسطرني ويتجوزني ويعبرني. السلام عليكم. في ايه؟ صوتكم جاي باخر الشارع ليه؟ في بيتنا غزيه. غزيه على الطبله كله يورس. على السقفه كله يورس. على الطبله كله يورس. يا عطيه مطريه كله يورس. عمريه كله يا عطيه كله يورس. الرقصه لازم ترحل بدل ما رحلك وانت فاهمني كويس. الغزيه لازم ترحل، الغزيه لازم ترحل. الدنيا هم الدنيا وعذاب الدنيا هي الدنيا نار الله هي الناس صعب عليك كده ليه الحاجر. حاجر ورجالة الحاجر. حاجر رجالة سوهاج. سوهاج الرجال اللي ما يهمهمش من حد. واصل واصل. والرقاصة الحلوة دي دي ام جسم زي الملبن ملبن وعينيها على العين دب فيها رصاصة. ورقصني يا جدع. خميس. لا النهارده الثلاثه على فكره، وكلمه واحده كمان هكون مسقطه لما عليك امه لا اله الا الله. لا عشان خاطر ربنا ده انا مبلبق. طب يا يا خلي العوري يا ناس. بس يا بس نامي نامي نامي. متجوز واحد صاحبي. حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة الدنيا لها طعم جديد. حاجة غريبة حاجة غريبة أنا حاسس إن ده يوم عيد. وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا بليل كله سعادة. وأنا حاسة
عشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا ولا حد بيساعدينا غير جنبينا وعنينا. مين دول يا عبد؟ دول شكلهم كده. انزلي شكلهم كمين. عامل لي فيها رومانسة حبيبي بتغني لعبد الحليم حافظ يا بتاع العلم. قابل بقى رئيس المباحث. قابل قابل. ايه اللي انت عامله ده يا؟ ايه اللي عامله يا؟ معايا رخصي وسلمه 100 100. جئت لا اعلم من اين. على فكره انت مش ابويا، انت احمد السبكي. على فكره بقى عبالي محافظ ما ضربش بالقلم. لا اتضرب يا رحمك في الخطايا. قابل بقى يا اخوي. اما دي بقى تلزمني. زمك ايه يا عمي واقف مع ده كرباط؟ شاديه راح فين يا شاديه؟ تخونوا عمره ما هنكم ولا جهل عنكم. بس 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 تعالي لي كده. تعالي لي فين؟ تعالي لي كده. اوعى كده اوعى اوعى يا اوعى يا اوعى يا اوعى يا لا اوعى يا لا. معقولة عمر اللي حلمت بيه يطلع ابن بواب؟ ما هو سلوى اللي حلمت بيها اختها طلعت بترقص. الرقصة ممكن تبطل رقص لكن البواب عمره ما هيبطل كنس. النظافة مش عيب يا سلوى، وبعدين اللي بيحب بيضحي. بيس بيس سيبك من كلام الافلام ده، وبعدين كفاية ان فرحي هيبقى كله معازيم بوابين وكمان هنعمله فوق السطح. ايوه بس عمري ما هلع جلابية ابويا يا سلوى. ايه القفلة دي يا عمر؟ قفلتني. وبعدين دي كبيره عليك وممكن انت تقع منها اصلا. خلاص يا ستي ما تزعليش، لن اعيش في جلبابي ابي. اهم حاجه في درس النهارده العنوان. عنوان في بدايه الاجازه الصيفيه ذهبت تطلع لسانك في الذال. ذهبت كل ده لسان ما تطلعهوش. ذهبت اسره اميره، مش اميره، اميره، الى المكتبه في الافتتاح. مكتبه زي اللي احنا قاعدين فيها. وبعدين خدت ابوها وام. وبعدين بقول لك بنت يا سلوى انت قاعده مع قمر في البيت كده ونايمين جنب بعض على السرير، يا بختك. يعني ما تسالكيش عني في حاجه كده ولا كده؟ لا خالص خالص. ما تجيب سيره مين؟ فوزي هو شغلها الشيء طول النهار رايحه جايه جايه رايحه رايحه جايه جايه رايحه. خلاص ايه دخل الماراثون رايحه جايه جايه رايحه. اسكت. ما فيش على لسانها غير فوزي. ايوه قلت لي خلاص، قلت لي فوزي هو اللي شغلها شيء. بس يا بنت بس فوزي ايه؟ لا 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 انت كده مش عاجبني خالص يا ابني، اهدى شويه. لا يا جنب ايش يا فوزي يا ابني، انت لازم يكون عندك ثقه في نفسك. صح. اللي قولي لي يا بنت، انا عايز اسالك سؤال محيرني ومشتتني ومطير النوم من عيني. ايه هو؟ قول. ازاي قمر من لبنان وانت من بنها؟ يا زكي قمر مامتها لبنانيه وانا مامتي مصريه، ولما بابي مات الله يرحمه قمر كانت تعيش معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ها العجل في بطن امي. هي فزوره. خلص لي بقى كل الواجب ده علشان عايزه انزل بريك. البريك هيخلص. حاضر يا ستي. اصل الاستاذ عفيفي ده غبي قوي 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 قوي، غبي جدا. على نفسه غبي، على نفسه بالجزمه. عفيفي مين ده؟ انا عفيفي. خد يا بنت. ألف ألف مبروك عليكي المدرسة الجديدة. متشكرة. إيه دي؟ ديكورة. وعارفة لو نجحتي هنفخالك. على أساس يعني أنا أختها بتريكة بتريكة؟ لا يا أختي، بس على أساس أن أنا بتنايل. بحب قمر بحب قمر. آه بص يا ابني، البنت في مرحلة اللي هي مرحلة المراهقة اللي هي اسمها مرحلة تذبذب العواطف. تذبذب العواطف؟ كل يوم تحب لي واحد. امبارح قلقت الفجر هتتجنن على عفيفي طول النهار. عفيفي 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 عفيفي. بس عفيفي ايه؟ عفيفي ده سفراجي. يا سيدي بقى القلب وما يريد. طب وهنعمل ايه يا اختي في الموضوع ده؟ الحل انك ترجع الكره دي وتجيب لي بلاي ستيشن 3. طب بقول لك ايه؟
ما اجيب لك صلصال تعملي بيه اشكال كتير زي ما انت عايزه، وصلصال مصري. مصري مره واحده. مصري. ايوه يا اختي كده تبقى قمر العفيفي. عفيفي القمر، عفيفي القمر، قمر العفيفي. طب امشي بقى امشي. اهلا اهلا ست الكل، الحمد لله على السلامه. ارغي ارغي ارغي. اللي ارغي ارغي ارغي. بقول لك ايه، يا كارت ب 10 جنيه عشان تكلم له ولا عمر، ويبقى براحتك بقى. ايه ده، انا اساسا بكلم عمر من بعد العشاء لحد الفجر. يا سلام، ما بقيتي عندكم احسن، انت بتناميش خالص يا بت. انت مالك؟ اصل انا ما بعرفش انام من قمر، طول الليل رايحه جايه جايه، رايحه رايحه جايه جايه رايحه، مفيش على لسانها سيره غير ابو الوفا. ابو الوفا راح، ابو الوفا نام، ابو الوفا دخل الحمام، كل شويه ابو الوفا ابو الوفا ابو الوفا ابو الوفا. هي بتحبه على ايه؟ ده فاضل له يومين ويموت. ايه الراجل الفاكس ده؟ ما تفكك بقى من الحوار ده. باكس ده يمكن تكون طفله غريبه جدا. انت خساره على الرجاله، خساره. وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس. ولا يا عصارة البيت يالا، انت هتعمل لي فيها محمد طه ولا ايه؟ اللي ما ترضاش على روحك ما ترضاش يا ود على الناس. بقولك ايه، مش ناقصاك. ليه يا عم وانت فتوة؟ فتوة يا عم. يا ما كان على الدنيا فتوات قبلنا بيقولوا احنا احسن ناس، سبحهم رمايم يا اخويا ويدوسوا عليهم الناس. اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لجميع الناس، وجنة الخلد يدخلها من الناس القزمين الغيظ والعافين عن الناس. لا تتكلمي يا اختي، ما كله من تحت راسك يا ست جمر. يبقى الشك يا حبيبي. لا لا لا، انا لا اكذب ولكني اتجمل، انا ما ينفعش اعمل كده ابدا. لا ليه بس؟ اصل انا لو خنت مش هتصدق. انتوا فقعتولي مرارتي، انا جبت اخري معاكم. انتوا مش هتخنوهم بجد؟ انتوا هتخنوهم كده وكده يعني؟ هنخنوهم مع مين بقى ان شاء الله؟ بصي ابعتي هات لنا وائل كارفوري. وائل كفوري ده مين؟ احلى منه بكتير. ريلالا للي ريلالا للي ريلالا لول عيني يا ريل ريلالا لول. قلبي بيقول ان البت جمر دي خربت بيوت، علينا ان عماد انا اقتلك يا عطيه. المرأة خانتني انا اموت فيها، يا رب امل تقطع كدابه. لا خبر مش كدابه، اهو بعتيه هناك اهو. عطا عطا يا لهواته. بس يا عطيه بتدينا لا بتخنيتها بتا بتخنيتها. وبعدين هتفضلوا قاعدين كده زي الشحاتين؟ مش خربتيها وقعدتي على تلها؟ اعمل لكم ايه؟ ده جزاتي اني كنت عايزه اعدل لكم رجالتكم؟ انا ما كنتش عارفه ان اللعبه هتوصل لكده. مش لدرجه الخيانه يا حلوه. ومع مين؟ مع البواب يا قشطه. لو عرفوا ان شباط البواب هو اللي كان عامل دور الراجل المكسيكي اللي معانا ده، وان انت اللي متفقه على كل اللي بيحصل. يا بوي انتوا سمعتوا اللي انا شفته؟ حياة أمي يا قمر، ما تشم فرح في مصر خالص. مسكينة أختها هتسقط. لا ده هي اللي هتسقط من طولها لما يجي لها ضبط وإحضار وتتحول للنيابة ويبقى عندها تعرض ضريبي. وحياة أمي يا شبط الله وريك. ريلا لول عيني يا ريل ريلا لول. يعني ايه نلغي الاوردرات؟ ايش ايش استامر لم الفرقه كلها وشغلهم معاه في الزفاف وكمان بيديهم الفلوس الطقطقين. ماشي يا ايش ايش. انا اذنك يا ست قمر. مع السلامه يا عم عيد.
السلام عليكم. عايز ايه؟ طلب حضور للنيابة العامة. تحرش ضريبي. ايه؟ تهرب ضريبي. امضيلي هنا. امضيلي هنا. ممكن اخد بوسة وارجع الجوارب. بتقول ايه؟ ولا حاجة. ماشي يا فوز الكلب. اهدي يا سلو. اهدي. ايه؟ سلو. في ايه؟ اهدي يا سلو. اهدي. في ايه يا سلوى؟ مالها يا عمر؟ صوتك في امتحانات الترم الاول. بس يا سلوى اهدى. خلاص خلاص. الاستاذ عفيفي قال لي وحياه اختك لو سقطك وسقطني. ماشي يبقى التلاته اتفقوا عليا وحياتك عندي لاخد حقك وحقي. ويا نعزو وخبر ايدي يا ابويا علي. قتل يا سيدي يا ابويا علي. قتل يا سيدي وعدي ومكتوب عليا يا ابويا ومسطر. عالجبين يا ابويا ومسطر عالجبين يا نعسه. مين اللي قتل ياسين يا نعسه؟ مات موتة ربنا. الله البلاوي اللي بتتحدث على الواحده دي. هي اختي والنعمه مانا. ليه؟ وصلي الامانه دي لجوزك يا نعسه. بقى جبتلنا الضرب. النخل باصص للسما للسما. ازيك يا اشش؟ الحمد لله. أنا مش فاهمة. أنت ليه عينك زغت وراحت على واحدة غيري؟ عارفة مشكلتك إيه؟ إن أنت ناسية إن ليكي راجل اللي حق عليكي. عارفة مشكلتي أنا إيه بقى رئة؟ إن أنا بعيد عن ربنا. بس أوعدك بجد إن هقرب لربنا. رئة سامحيني. سامحك يا إشش. شفت يا فوزي؟ أدي آخرة اللي يجري ورا واحدة تانية غير مراته. اتفضل يا أخويا. ورد. وبعدين إيه المشكلة؟ مالك كده؟ معرقبة شوية خلقت ربنا، غامقة شوية خلقت ربنا. ما انا لو مش عندك اغور في ده. خلاص خلاص، ما انت من يومك متنقلة بستين نيلة وخلقت ربنا وراضي بيها. بس اوعي تفتكر ان انا مش بحبك. انا بحبك يا بنتي، ما اعرفش اعيش من غيرك. عيني بقيت شفت عيني بأي عين. سامحيني يا رب، سامحيني. مسامحك حبيبي، مسامحك. بس ايدك تقيلة قوي. جبتك كام؟ ربنا يخليك ليا يا عطية. يا بنت ده انا من غيرك ولا اسوى. ده انت حلالي، انت نفسي، انت اللي شبهي. اعتبريها نزوة وعد. نزوة مين يا ابن الموكوس؟ نزوة امي يا عطية. خلاص ننسى اللي فات ونفكر في اللي جاي. وتردوا ستاتكم وانا هعمل لكم فرح على ذوقي. ما تخلصونا بقى من فيلم هندي ده. يا جماعة